في محاولة بسيطة لتضميد جراح الموصليين الذين أجبرهم الظلم الإرهابي للخروج من وطنهم وترك أهلهم وأملاكهم وطموحهم وأحلامهم، حاملين حقائب ذكرياتهم ولا شيء سواها إلى الأردن. زارت نورسات كنيسة مار أفرام السريان الأرثوذكس في الأشرفية التي تستضيف عددا من مسيحيي العراق المهجرين ذاكرين كلمات السيد المسيح. لمسنا حجم المعاناة التي عاشوها من تهجير من بلادهم، فطوبى لهم، خرجوا منها تاركين وراءهم أمال الكبار وأحلام الصغار. لم يبقى معهم سوى تلك القصص التي يروونها لنا. أبو منار واحد ضمن عائلات كثيرة خرجت من الموصل بحثا عن الأمن والاستقرار. حدث نورسات عن الأوضاع التي مروا بها حتى وصلوا إلى الأردن. تخبرنا المراحل مريتوا فيها بالأزمة هذه، وكيف لمرحلة أنه وصلتوا على الأردن؟ أول شيء إحنا نشكر الحكومة الأردنية ونشكر استضافتكم إلنا. ثاني شيء بالنسبة للمراحل اللي مرينا بيها، هي من أول من دخل داعش الموصل، أول شغلة عملوها فينا قطعوا البطاقة التموينية. المسيحي ما له حصة تموينية، هاي أول شغلة. بعدين ما له راتب. بعدين اجوا كتبوا على البيوت حرف النون اللي هو نصراني، وكتبوا عقارات الدولة الإسلامية على البيوت. أول شيء جماعة خافوا، يعني أصحاب البيوت خفنا، طلعنا رحنا على منطقة قرقوش الحمدانية، أعطونا خبر قالوا لنا لازم ترجعوا، لأن هذه إحنا كتبناها لحمايتكم، لازم ترجعوا وإلا بيوتكم تروح. رجعنا على الموصل. بعد ما رجعنا على الموصل نزلوا فينا قرار، يا إما دفع الجزية، يا إما تعتنق الإسلام، يا إما قطع الرأس. هزمنا النسوان قبل كل شيء، نزلوا يركضوا تقريبا شيء 4 كيلوات بس على مود يدخلوا السيطرة مال أربيل، وإحنا طلعنا على طرق ترابية وانهزمنا إلى أن شوية الوضع صار شق الفجر وبين الصبح، يعني مآسي من 8 الصبح أنت طالعة طريق ساعة زمان توصلي بي بالـ10 الصبح، ذاك الطريق من 8 بالليل للـ10 الصبح، مع هالمآسي وانهزمنا وظلينا بأربيل. أربيل همينا وضعيتنا، والحمد لله جتينا الإقامة من هون وجينا على الأردن، وهم منتظرين مصيرنا حاليا. شكرا جزيلا للكاريتاز موفرة، يعني الحمد لله والشكر، بتجيب الأغراض والفطرة والغد والعشاء، والحمد لله والشكر كل شيء متوفر وعم تعمل الشيء تقدر عليه. التقينا برئيس جمعية السريان الأرثوذكس السيد متى جبرة، واطلعنا على ما تقدمه الجمعية من مساعدات وخدمات للعائلات المهجرة. يستقبلون اليوم 14 شخصا سوري و 37 شخصا عراقي، ويتعاونون الآن مع الكاريتاس لاستقبال عدد أكبر من العائلات. خبرنا كم في عائلة هون، وشو كمان لقدام ممكن تقدموا مساعدات يعني كجمعية؟ احنا سبق لجمعية السريان الخيرية وكنيسة السريان باستقبال العائلات المهجرين، إن كان من سوريا أو من العراق من قبلهم، وعلى مدار الجمعيات السابقة كلها مشكورين استقبلوا هذول العائلات، وكنا نقدم لهم كافة الخدمات من مكان ومن فرشات ومن مأكل وملبس حتى نقدم لهم، بالتعاون مع الأبع من وإيل البنا. استقبلنا من جديد 37 نفر من العائلات العراقيين اللي جايين هربوا من العراق، وعملنا مرتب بالتعاون مع الكاريتاس لاستقبال عدد أكبر من هاي العائلات، وعم نرتب القاعات اللي فوق. احنا عنا هون تابع على الكنيسة ولجمعية سريان قاعة هاي الكبيرة اللي شفتوها، وفي كمان قاعة صغيرة تحت حاطينهم فيهم العائلات. عنا المدرسة اللي فوق كمان عملنا نستقبل فيها عائلات، هلأ بصدد ترميمها وتظبيطها مع الكاريتاس عشان نستقبل كمان أكبر عدد ممكن. والتقينا أيضا بأبو جميل أحد المتطوعين لمساعدة العراقيين بالتعاون مع الكاريتاس وكنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس. تحدث عن مبادرته للتطوع لدعم هؤلاء المهجرين قصرا.
يعني بصورة عامة منظمة الكاريتاس الأردنية، هالجمعيات الخيرية الأخرى، والكاريتاس الأردني بالذات تحديدا، يعني أنا كمتطوع في منطقة اليرموك أو منطقة الإشرافية قائمة بالواجب في ظل إمكانياتها، مش مقصر الحقيقة من ناحية المأكل والمسكن والمشرب وخلافه، في سبيل راحة هؤلاء الناس. راكان أحد متطوعي كاريتاس يشارك بتأمين المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الأفراد داخل قاعة السريان. منذ وصولهم أمنهم أول شيء بالمواقع اللي شايفينها هون، والمواقع اللي موجودة بمارشال والسيد السلام وماركا، أمنوهم بالفرشات والإحرامات والأغطية، أمنوهم بالأكل كامل والتمونية كاملة وعدة المطبخ كاملة الموجودة هون. عم بيجوا الأطباء تقريبا كل يوم، إجوا أول يوم سألوا إذا فيه حدا عنده أمراض مزمنة، وأما عم بأمنهم بالأدوية، وحاليا عم بيراجعوا موضوع الأطفال بالنسبة للإنفلونزا والحرارة اللي عم بتصير عندهم يوميا. شوي أغلبهم أول إجوا كان نفسيته شوي تعبانة، هلا شوي عم بخطوا على بعض وعم بتعاملوا مع بعض كأنهم عيلة، لأنه عم بيحسبوا إنه لازم يضلوا مع بعض فترة شوي طويلة مش قصيرة، عم بتعاملوا مع بعض كعيلة، موزعين الأدوار بيناتهم بين الطبخ والغسيل والجلي والتنظيفات وهي الأمور كاملة، عم بتعاملوا عيلة. معنوياتهم شوي شوي عم ترتفع المعنويات، بانتظار طبعا تسجيل اليو ان وانتظار الهجره برا، وتعرفوا مصيرهم وين، يعني جايين من مجهول لمجهول ثاني، فعم يستنوا شو بيصير معهم. شاكرين للاردن وشاكرين للحكومه وشاكرين لكاريتاس اللي عم تساعدهم وتامنهم بكل شيء، واكيد شاكرين لكم طبعا. في اثناء تجوالنا في القاعه وحديثنا مع الاطفال قابلنا منار طفله في عمر الزهور، اخبرتنا انه يصادف اليوم عيد ميلادها، فما كان من فريق نورسات إلا أن يغمرها بفرحة الاحتفال بعيد ميلادها ومشاركتها مع الأطفال الموجودين في القاعة. هذا اليوم الذي لن تنساه، إنها احتفلت لأول مرة بعيدها خارج وطنها، طفلة مهجرة من بيتها، من غرفة ألعابها، من مدرستها، كانت أمنيتها أن يعم السلام على بلدها العراق وعلى العالم أجمع. كل عام وانتم بخير. ايش تتمني بعيد ميلادك يا منار؟ اتمنى يتحقق السلام بالعالم والعراق. ان شاء الله يا رب يحقق السلام بالعالم والعراق وامنياتك تتحقق. في نهايه زيارتنا شاركنا مع العائلات رفع الصلاه الى الله طالبين السلامه من اجل عراقهم الذي هجروا منه ومن اجل سلام العالم اجمع. ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فبالمسيح ومع المسيح كنتم وحملتم صليبه الذي أعطاكم. باسم السمعان، نورسات، الأردن.